فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبره، مش كده ولا إيه؟ كون إن يكون عندنا 110,000 خطبة، هذا يعني إن التأثير هيبقى فيه ضعف شديد، وخاصة إذا كان للخطيب انتماءات أو اهتمامات معينة. بعض المساجد تهتم بالناحية الصوفية، البعض الأخرى تهتم بالناحية الحركية، بعض المساجد وبعض الخطباء بيهتموا بالتوحيد والعقيدة، بعض الخطباء بيهتموا بإقامة السنة وغير ذلك، فالناس مشتتة، وده سبب فوضى عند الناس وتشكك وتشكيك ورفض لبعض الشباب لمنهج الإسلام أو المنهج سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما مخاطبة العقل الجمعي يعني إيه؟ أنت لما النهاردة بتمشي في الشارع وطريق المحور مثلا ولا 6 أكتوبر وتلاقي فيه إعلان عن سلعة، فيه إعلان عن سلعة معينة، كل 15 متر 20 متر نفس الإعلان، قال طب ما أنت لسه قريب دلوقتي، بس هو عايز يرسخ السلعة أو لا، مع طبعا مع الفارق، لا ينبغي ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون خطاب الله عز وجل على سبيل دعاية، إنما الناحية العلمية هنا إيه؟ مخاطبة العقل الجمعي. لما عندنا مشكلة مثلا زي مشكلة الغلو في الدين، مشكلة التطرف، مشكلة الفهم الخاطئ للدين، ومية وعشرة ألف خطيب يتناولوها في وقت واحد، وزي ما تفضلت فضلتك التلفزيون بيتكلم، الجرايد بتتكلم، الخطيب بيتكلم، فإذا احنا عملنا خطبنا العقل الجمعي للأمة وللمجتمع المصري، هنا التأثير بيكون واضح والتأثير بيكون كبير. الأمر ده مختلف تماما عن مهمتنا اللي احنا فيها دلوقتي. مهمتنا اللي احنا فيها دلوقتي احنا في النهاردة شباب عندهم أفكار متطرفة في اتجاه معين، احنا محتاجين نناقشهم. هنناقشهم ازاي؟ زي ما قلت لفضلتك، عندنا على بصيرة في أمرين، في فهم الفكر المتطرف، وعلى بصيرة في كيفية الرد على الفكر المتطرف. ده ببساطة شديدة. انتوا لكم مهمة فيما بعد، احنا نستعين بكم في مناقشة الشباب او المطر عندنا حالات، او في بعض البؤر المرصودة لمنتشر فيها هذا الفكر، هنوجهكم وإن شاء الله تكونوا جنود خير للإسلام والمسلمين. لا توجد إلا في المنهج الإلهي، أما المناهج البشرية فإن فيها إعوجاج واختلاف إلى غير ذلك. إذن هذه الانحرافات عن المسار الصحيح، وقلنا كلما كانت هناك انحرافات يأتي نبي جديد، لكن حدثت انحرافات بعد ختم النبوة، بعد أن ختم الله تعالى الأنبياء، والله تعالى في خبره الأخبار لا يدخلها النسخ ولا يدخلها التبديل، وكذلك العقائد. صاحب الجوهرة عندما قال ونسخ شرعه بغيره، يعني لا ينسخ الشرع النبي صلى الله عليه وسلم بشرع غيره، حتى الزمان ينسخ، حتى يزول وينتهي وينقضي الزمان بحدوث القيامة. فالدين الإسلامي أو الشريعة الإسلامية باقية لا تنسخ أبدا. أما النسخ الواقع فإنما نسخ بعض شريعته ببعضها الآخر، ونسخ بعض شرعه بالبعض أجز، يعني يجوز النسخ في داخل شرعه، أما أن شريعته تنسخ بشريعة غيره فهذا لا يمكن ولا يحدث، أن الله تعالى لا يخلف وعده. وقد قال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم ورواه غيره: لا تزال طائفة من أمتي قائمة أو قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فمعنى هذا أن هذا الدين باق ومحفوظ سواء بحفظ الأمة له أو بحفظ الله سبحانه وتعالى، حتى وإن قصرت الأمة وإن حدث فيها ضعف أو تدهور أو غير ذلك، فالله سبحانه وتعالى يقيد ويبعث كما جاء في الأحاديث الصحيحة في كل 100 سنة أو في كل فترة زمنية من يجدد لهذه الأمة ويحفظ عليها دينها، فلا يمكن تتبدل أو تتغير الشريعة. كانت انحرافات فيما سبق قبل ختم النبوة، والله تعالى يرسل رسولا جديدا، لكن هل هناك أو هل يمكن إرسال نبي جديد بعد سيدنا محمد؟ هذا ما ظهر في الدعوات الكاذبة أو في النحل والمذاهب الفاسدة مثل البهائية وغيرها التي نتحدث عنها. لكن علماء الأمة وعلماء المسلمين والذين وكل الله تعالى إليهم حفظ الشريعة وحفظ هذه الملة تصدوا وبيّنوا عوارها، وهم ورثة الأنبياء في هذا الشأن. لماذا لم يرسل مولانا تبارك وتعالى نبيا أو رسولا جديدا؟ لأن الأمة أو البشرية ليست في حاجة إلى هذا الأمر، فالرسالة باقية. إن كان شخص النبي صلى الله عليه وسلم قد غاب عن الأمة، لكن القرآن الكريم محفوظ، لكن السنة محفوظة الحمد لله، ما ضاع حرف واحد من كتاب الله، والاجتهاد باق في الأمة. إذن فالوسائل متوفرة وباقية لحفظ الدين والدفاع عنه من أي نحل أو آراء أو معتقدات كاذبة. رأيت كثيرا من أهل العلم تكلموا في هذه النحلة، وهي نحلة البابية والبهائية، وذكروا نسبتها وذكروا أهم ما ينبغي أن نعرفه تعريف سريع عنها، ولكن نذكر العقائد والمبادئ، هذه هي التي تهمنا، أفكار هذه الطائفة أو عقائدها، أما نشأتها وتاريخها ومن أسسها فهذا شيء معروف ومكتوب فيه كثيرا. الذي يهمنا دراسة المبادئ والأفكار والعقائد. هذه نسبة كما يقول، هذا كتاب مهم بتاع فضيلة العلامة الشيخ محمد سعيد رمضان البوري. هذا الرجل كان يتميز بالعمق والأصالة والاختصار، ما كان يحب الحش والإطالة. الكتاب اسمه كتاب مفيد ونافع، المذاهب التوحيدية والفلسفات المعاصرة، يعني حتى الفلسفات الوجودية والعلمانية. هذا الكتاب يعني نحتاج إليه خاصة في مجال الدعوة وفي مجال الفكر. اسم الكتاب مرة أخرى: المذاهب التوحيدية والفلسفات المعاصرة. فمثلا بيقول هناك فرق خارجة، يعني هذه الفرقة يعني عدها العلماء بأنها خارجة قطعا عن الملة وبعيدة عن الدين تماما. لماذا؟ يعني لماذا تعد؟ يعني ما هو المقياس إذا ظهرت فرقة أو طائفة أو جماعة نقول إن هذه في داخل أو تابعة، يعني لا نكفرها، ممكن نحكم عليها بالخطأ أو بالضلال أو الانحراف، ولكن لا نخرجها عن الملة. يعني هذا نلاحظه في مسمى كتب كثير من أهل العلم، يقولون فرق إسلامية وفرق غير إسلامية، لعلكم درستم هذا وتعرفون متى تكون الفرقة داخل الملة ومتى تخرج عنها. الإمام الغزالي وضع معيار في كتاب أيضا مهم، وهو كتاب يعني لا تغتر بضخامة الكتاب، قد يكون الكتاب في صفحاته قليلة
ولكنه فيه فوائد عظيمة. كتاب من أهم الكتب التي انتفعت بها اسمه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله. فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. أيضا كتاب الشيخ أبو حامد الغزالي المنقذ من الضلال. نعود إلى السؤال الذي طرحناه، نقول ما هو المعيار الذي نحدد على أساسه أن تكون الفرقة أو النحلة إسلامية ولا غير إسلامية؟ ما هو المقياس؟ المقياس هو أننا ننظر في قواعد الدين في الأصول، الفروع كثيرة جدا لا نخوض فيها. يعني لو رجعنا إلى تفسير الفخر الرازي في أول آية ذكرت الكفر في كتاب الله، ما هي أول آية ذكر فيها الكفر؟ ها؟ أول آية في سورة البقرة أول إن الذين كفروا سواء عليهم، أول آية ذكر فيها الكفر. فقال العلامة فخر الدين الرازي، الرازي ده طبعا كان أسطورة المفسرين وأعجوبة المحققين، كان ملما بالفلسفات والديانات والملل، ورأيت أيضا على غراره أو على منواله كتاب قيم في التفسير، وهو من أعجب أو أنفع الكتب، ملم بالعقائد والملل والشرائع السابقة والتواريخ والحضارات والفلسفات، وهو كتاب التحرير والتنوير في التفسير. هذا الكتاب المؤلف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أخذ في هذا الكتاب 50 سنة يؤلف هذا الكتاب، مش فقط يعني شهرين أو 3، يعني أفنى عمره في تحقيق هذا الكتاب وتأليفه. وكتاب ممتع ونافع وفيه فوائد، ويجمع أقوال المفسرين. يعني يقول قال القرطبي قال فلان، أسأل المفسرون الذين سبقوه، ثم يخلص إلى نتائج مهمة. فيه اعتناء أيضا بهذا الأمر. الإمام الرازي يقول في أول آية ذكر فيها الكفر، يقول صعب على المتكلمين أو المحققين أو الأصوليين أو أهل العلم تحديد معنى الكفر، يعني بما يكفر أو بما يصير الإنسان كافرا. فقال إنه حتى المسلم من ضمن ما نسميه به المسلم الصعب، يعني يصعب جدا إخراج واحد من الملة. يعني ممكن تدخل 1000، إنما تطلع واحد هذا من أعجب ما يكون. وقواعد الكتاب اللي أنا ذكرت لكم الآن، كتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، يحدد ضوابط مهمة. وله كتاب أيضا اسمه الجام العوام عن علم الكلام، لأنه بيقول علم الكلام في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وأيضا هو من أنفع وأجمل كتب الإمام الغزالي. هذا الكتاب ينظم ويشكل عقلية المسلم، بيقول علم الكلام ده علم مهم جدا في الدين، ولكن لطائفة من الناس الأفضل لهم تركه والابتعاد عنه، لأنه بيقول مثلا في أمر التشبيه والتأويل، يقول مثلا التشبيه ده وقوع الإنسان في تشبيه المولى سبحانه وتعالى وتجسيم ده أمر خطير، لأن الله تعالى ليس كمثل شيء. فيقول التشبيه داء مرض، تأويل دواء، ولكن متى يستعمل الدواء ومتى يأخذ المريض جرعة العلاج؟ قال إذا كان الإنسان معافى وسليم وقلبه مستقر على الإيمان فهذا معافى وصحيح، لا يحتاج إلى استعمال الدواء، فلا يستعمل الدواء إلا عند وجود الداء. لكن في بعض الناس يستعمل أدوية وليس عنده أمراض، فكأنه يأتي أو يجلب لنفسه الأمراض. يبقى لابد من معرفة السؤال أو ما هو المعيار الذي نعرف به سواء فرقة أو نحلة البهائية أو غيرها، ما هو المعيار الذي نقول إنها فرقة إسلامية أو غير إسلامية؟ المعيار هو كما حدده الشيخ الرازي عندما قال صعب على المتكلمين وغيرهم أن يحدوا الحد، يعني التعريف إما أن يكون كما درسنا في المنطق في الحد التام وفي الحد الناقص، وكذلك في الرسم
في رسم تام وفي رسم، وإذا عسر تعريف الشيء بحده فإنهم يعرفونه برسمه. هناك تعريف بالحد وتعريف بالرسم، في بعد كذا التعريف اللفظي، في التعريف بالقسمة، في التعريف بالمثال. يعني والتعريف من شروطه أن يكون إيه؟ جامعا مانعا مضطردا منعكسا، أربع شروط قد يغفل عنها كثير من الناس، فيأتي بتعريف ليس جامعا وليس مانعا وليس مضطردا وليس، أو ممكن يتوفر فيه شرط ولا تتوفر بقية الشروط، فنضع هذه الضابط. فماذا قال الإمام فخر الدين الرازي؟ قال اتفقوا على الأصول وأنها ثلاثة: الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أصول الدين: إيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بسيدنا محمد. قال وما عدا ذلك فهي فروع. ننظر إلى أنه لما قالت ثلاثة، رغم أننا نعرف أنه الأركان الإيمان ستة، الأركان غير الأصول، فلما قال الأصول ثلاثة يعني معنى كذا أنه فيه من الأركان العقيدة ما يصبح فروع، لأنه حصر الأصول في ثلاثة: الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بسيدنا محمد. قال هذه الأصول الثلاثة اللي هي متفق عليها، من أنكر واحدا منها فهو قد خرج عن الملة وترك تركا واضحا وصريحا. قال وما عدا ذلك، أي وما عدا الأصول، فهي فروع، ولا تكفير في الفروع كلها إلا في مسألة واحدة، وهي إنكار أمر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر القطعي، وعلم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به من الدين بالضرورة. يعني إنكار نحن اصطلحنا على تسميته المعلوم من الدين بالضرورة. هي معنى المعلوم من الدين بالضرورة، يعني أمر ندركه ضرورة دون احتياج إلى تأمل أو فكر أو نظر، فإذا كإدراكنا وجود أنفسنا أو أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، إدراكنا مثلا وجود المدن الكبرى، إدراكنا وجود مكة المكرمة، هذا أمور معلومة بالضرورة. فالكفر يكون في إنكار الضروري وليس في إنكار النظر. ولذلك إذا بحثنا المسائل الخلافية بين طوائفنا وبين المذاهب الفقهية وبين مثلا الطوائف أو الفرق الإسلامية، نجدها بعيدة عن المعلوم من الدين بالضرورة، أو نجدها بعيدة عن ما هو ضروري أصلا. فمعرفة الفرق بين الضروري والنظر مهمة جدا، لأنه يترتب عليها إيه؟ يترتب عليها معرفة ما ينبغي التكفير به وما لا ينبغي. وهناك فرق مهم بين الكفر والتكفير. الكفر ده وصف، أنا أصف هذه العقائد بأنها كفر، ولكن تكفير معتنقيها أو قائليها هذا أمر آخر. يبقى الكفر ده وصف اعتقادي يدرسه أو يقوم به علماء الكلام والعقائد والملل. أما التكفير ده عمل الفقهاء، عمل القاضي، وليس عمل العالم أو عمل المتكلم أو عمل من يتكلم أو يؤصل في قواعد الدين وأصوله، إنما هو عمل الفقهاء وعمل القضاء. فيجب التكفير ده يكون في قاضي، في حكم، في ضوابط، في معاني يسأل عنها، في حال دون حال، في إدراك، في تعمد إلى آخره. يبقى عندما قال أنه لا يوجد، ولو بحثنا كما قلت لكم الأمور الخلافية نجدها كلها من النظريات وليس من الضروريات، يعني مسألة التوسل، مسألة زيارة القبور، مسألة اللحية، مسألة الحاكمية، كل هذه أمور نظرية وليست ضرورية، فلا ينبغي يعني أن نكفر في مجال لا يكفر فيه، يعني بنتكلم في ملف آخر أو في قضية أخرى ليس فيها ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك مرة قال بعض مشايخنا كلمة مهمة، بيقول يعني الأصول احنا متفقين عليها بنسبة كذا، عمل نسبة مئوية جميلة جدا، قال إنه وجد أكثر من 99% من الأصول الأمة أو الفرق كلها متفق، فرق المسلمين كلها متفقة عليها في الأصول،
قال وفي الفروع يعني في المذاهب الفقهية حوالي 3/4 الفقه، 75% من الفقه محل اتفاق، المسائل الخلافية في الفقه كله بين الظاهرية والحنابلة والشافعية والحنفية لا تتجاوز الربع. فالشيطان أو إثارة الفتن أو الأغراض أو الخبيثة تحاول إيه؟ أنه تقلب الأمر فتجعل 1% أكبر من 99، وهذا شيء لا يقبله العقل. كيف نجعل الجزء أو الصغير أكبر من الكبير، وكيف نجعل الربع أكبر من 3/4؟ فتقوم الدنيا وتقعد، وهناك اشتعالات وفتن وصراعات، مع أنه معظم الأشياء متفقين عليه. فمثلا سيدنا الشيخ البوطي عندما ذكرت لكم اسم هذا الكتاب ماذا يقول؟ بيقول نذكر الفرق الخارجة عن الملة، فهي تسمى في طبعا فرقة تانية غير البهائية في القديانية، وذكر أيضا الماسونية، يعني ذكر فرق كثيرة معاصرة نحتاج إليها. فذكر نسبتها أنها تنسب إلى المرزا علي محمد الشيرازي المولود في سنة 1824، والذي سمى نفسه الباب. وطبعا كلمة الباب مأخوذة، وهي البهائية نشأت في بيئة إسلامية يعني، وليست في بلاد الكفر. نعم اسمه ايه اعلى واحد فيهم؟ ولا يوجد قانون ولا يوجد اي حد يحرم. اسمه ايه اعلى واحد فيهم؟ هو أعلى واحد فيه معتبر. خلي الأسئلة أسمعي في الأخر. خليها في الأخر. بس أستاذنا معلش أنا أسأل، اسمح لي. مهم جدا التفرقة ما بين الضروريات والنظريات. أي ما هذا ركزت عليه. يعني مثلا لو خدنا مثال البهائية، لو خدنا مثال في البهائية، هنطبق هذا المثال على البهائية. أنا ذكرته من أجل تطبيقه. يعني زي الضروريات مثلا، معرفة ما هو ضروري وما هو نظري، مش كده؟ الأول نعرف ما هو الضروري. أيوة. طبعا كلمة ضروري وكلمة نظري أول ما درست تدرس فيهم في المنطق مباشرة، يقول لك باب التصورات وباب التصديقات. التصور أو التصديق إما أن يكون ضروري وإما أن يكون نظري. عايزين مثال عشان إيه نطبق هذا الأمر. فمثلا الأمور لما أدرك مثلا كذا معنى إنسان، معنى شجرة، معنى امرأة، معنى الأرض، معنى السماء، إدراك مفرد بدون تأمل أو بدون إقامة دليل أو بدون تعريف، هذا يسمى ضروري. أما إذا احتاج الأمر المراد بالنظر يعني اللي فيه إعمال فيك نظر، كقوله تعالى والأمر إليك فانظري. النظر إذا عدي في قاعدة أخذها، النظر كلمة مادة النظر في القرآن الكريم، إذا عدي بإلى يبقى بمعنى الإبصار، بمعنى الرؤية. أما إذا عدي بفي يبقى بمعنى الفكر. الدليل على كده قال ربي أرني أنظر فيك ولا إليك، والأمر إليك فانظري، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. أول ما عدي بإلى يبقى يفيد معنى الرؤية والإبصار. إنما أقول أنا نظرت في كتاب كذا يعني تأملت يعني فكرت، يبقى النظر يكون بمعنى الفكر إذا عدي بفي. أما إذا عدي بإلى يبقى بمعنى الرؤية والإبصار. وذلك لما قالوا نظري يعني يحتاج إلى فكر، إلى استدلال. لو قلت مثلا لطفل أنظر إلى رجل أو إلى شجر أو لا يتأم مباشرة يذهب. إنما لو قلت له الملائكة أو الجن مفرد حيتصور هذا المعنى، لكن حيسألني ما المعنى الملائكة، ما معنى لسه لم يدرك هذه الحقائق أو هذه الأمور. فإذا علمته وأصبح مدركا لها فيكون إدراكه لها نظريا، لأنها تحتاج إلى تأمل. إلى هذا بالنسبة للتصورات. أما بالنسبة للتصديقات أيضا في ضروري وفي نظري. يعني لما أقول لك 1/2 تدرك هذا ضرورة من غير تفكير ومن غير بأدنى يعني لمحة، أو من اسم الأوليات أو البدهيات. أما إذا قلت لك 1/4 10/40 ها تعمل إيه؟ لازم تدورها في دماغك وتشوف 40 ربعها كام وربع 1/4 10 ده. هذا إذا احتوي الأمر إلى تفكير ولو قليل يسمى نظري. طبعا النظري بيتفاوت، مش كل النظر نظري ولا كل الضروري
المهم الضرور هنا الذي يدركه الجميع بالضرورة من العقائد مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو مما علم مجيئه صلى الله عليه وسلم به من الدين بالضرورة. فإذا فرقنا بين الأمرين نستطيع أن نعرف ما يكون التكفير أو الكفر به وما لا يكون. وأنا قلت لكم منذ قليل أن معظم الأمور الخلافية التي يكفر فيها المسلمون بعضهم بعض النظرية ليس فيها ضروري واحد. هات الواحد كذا أنكر الوحدانية مثلا أو أنكر ختم النبوة، هذه مثال للضروريات. وحدانية الله، الإيمان بوجود الملائكة، الإيمان بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. عندما نطبق هذا على نحلة البهائية نجدها أنكرت المعلوم من الدين بالضرورة. أهم حاجة عندهم ما عندهمش ختم النبوة، بل عندهم اعتقاد أن الله تعالى والمكونات يعني والعالم شيء واحد. يبقى هنا وصلنا إلى الضروري ولا إلى النظري؟ ضروري. إلى الضروري. ولأجل هذا إذا كنت عاوزين التعريفات موجودة. المهم بيقول هنا الشيخ البوطي بعد ما ذكر النسبة فبيقول كان هذا الرجل اللي هو المرزا علي محمد الشيرازي في بادئ أمره من المسلمين المتعبدين، وكان يتمتع بأخلاق فاضلة، وهو إيه اللي بيجذب الناس السمعة والهيئة. خذ بالك، وينبغي الدعاء لازم يكون يحافظ على المظهر، هذا هو الذي يجذب الناس. ساعات يكون الداعي عنده علم الأولين والآخرين، ولكن في مظهره أو في سلوكه أو في أخلاقه ليس من الملتزمين فينفر عنه الناس. وساعات يكون رجل أمي، الناس تقبل يديه ورجليه بسبب عمامة عظيمة أو يعني الناس تنجذب. الناس دائما تميل إلى المحسوس وإلى المادة، فلازم الواحد يراعي المظهر والشكل. يعني لما يجي واحد هيئة كذا، شوف حتى القرآن عبر هذا التعبير، قال زاده بسطة في العلم والجسم، واحد ضخم وهيئة الناس تهابوا حتى ولو كان فارغا. خلي الأسئلة بعدين أسئلة. معظم الشباب الملحد ما عندوش فكر، هو عنده فكرة. هناك فارق ما بين الفكر والفكرة. هو عنده فكرة هو ماشي بيها. قل لي بقى، ربنا سبحانه وتعالى وجد بدون خالق، فلماذا تستبعد ان الكون وجد بدون خالق؟ فكرة ترمت له أماشي يشغل بيها. خدت بال حضرتك؟ بتضحط بكلمة. معظم الدوافع نفسية أو تمرد أو رغبة في بعض الشباب في الإباحية، لأن التجمعات الإلحادية معظمها فيها إباحية ما بين الولاد والبنات. فالشباب اللي هو بيبحث عن المتعة هيروح فين؟ هيروح الجامع؟ أكيد مش هيروح الجامع، هيروح لمثل هذه التجمعات. ولذلك في ناس شباب كتير موجودين وأنا نعرفه خاضوا التجربة ورجعوا، خاضوا التجربة بكل مساوئها وعرفوا الخريطة. وعايز أقول لحضرتك إن في شباب شغال معانا دلوقتي حاليا في مبادرة بالعقل كده، ومثل ما طلعنا مبادرة ثم طلعنا بالعقل كده. لكن لما نتكلم عن موضوع البهائية وهذه المذاهب الباطنية، هي سوس بينخر داخل الأمة وداخل الإسلام. الإلحاد في النهاية ظاهرة، وظاهرة طفحت على السطح. لكن عندنا النهاردة زي ما أشار أخونا الدكتور عبد الحميد، تجمعات وفكر وفلسفة ومواقع على الفيسبوك، وفي حالة من التسطح الفكري عند الأمة الإسلامية النهاردة وعند الشباب خاصة. ممكن أي حد يصطاد شاب كده ويخطفه بفكرة أو بمعلومة غير صحيحة. فأنا شايف على العكس، ظاهرة البهائية في مصر أخطر من الإلحاد، لأن الإلحاد نتعامل معها خلاص وضحت وظهرت رغم. لكن البهائية هي قضايا فكرية وفلسفية، ليس كل المسلمين وليس كل الناس يعرفوا هذه المعلومات اللي تفضل بها أستاذ الدكتور جمال. ومن ثم كان لابد من هذه اللقاءات عشان نذكر بعضنا بعض ونتناقش ونعرف القواعد مرة تانية الأصولية والقواعد في علم المنطق، ونستخدم الدليل العقلي والدليل النقلي في هذا الاتجاه. أشار أخونا الشيخ إسلام لنقطة في غاية الأهمية، إحنا شغالين أكثر ما شغالين على التحصين،
مش ان احنا بندور على البهاء، يلا اللي عنده بهاء يطلعه لنا، احنا ما بنشتغلش كده. ما بنشتغلش على اللي عنده طلع بهاء يطلعه لنا، احنا شغالين على التحصين. تحصين بمعنى ان احنا بنقابل الشباب في منتدياته في التجمعات الشبابية المختلفة، وبنشوف البؤر اللي منتشر فيها هذه الأفكار الهدامة، وبنروح له في مراكز الشباب في المساجد في النوادي. يعني المقصود، المقصود إيه؟ ألا تسري أفكارهم إلينا، فنحصن أنفسنا وشبابنا من هذه الأفكار. أما اللي اعتنقوا هذا الفكر ده، ده لهم برنامج تاني، ده لهم برنامج تاني. وانا ممكن اظن تقريبا من 10 سنوات انا كنت امام هنا في مسجد النور، كان ساعات يجي لنا بعض الطلبة او يجي لنا بعض الاساتذة، وانا فاكر جالي استاذ من جماعة عريقة هنا في المسجد، وقعدنا تقريبا 3-4 ساعات بنتكلم على المشاوير دي، موضوع البهائية والآت وباب الله والفرق بين الرسالة وفرق بين النبوة والى اخره. ماشي، ده حالات، ده حالات موجودة نقدر، لكن احنا همينا احنا دلوقتي في معركة، والمعركة اول حاجة الجيش بيعملها بيقطع الامداد والتموين عن العدو. فاحنا النهاردة شغالين على قطع الامداد والتموين بحيث ان نحصن الشباب لا يكون لقمة سائغة لاي واحد يريد ان يخطفهم فكريا أو يعطيهم شبهة تهدد الأمن والاستقرار الفكري للأمة الإسلامية. حضرتك بتتكلم النهاردة لما بنروح بنقعد في 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 برا، وأنا رحت السويد عدة مرات والدنمارك وهذه المنطقة أنا لفيت فيها شوي. إحنا دورنا النهاردة مش دور دولة، إحنا دورنا النهاردة دور توعوي. يعني من حقنا أن ندافع عن ديننا وعن حضارتنا وعن ثوابت عن الثوابت اللي هي ثوابت الدين، أليس كذلك؟ لكن أنت شايف النهاردة أن احنا هنعمل شرطة إسلامية ندور على البهائيين والملحدين ونعدمهم في ميدان عام؟ لا، احنا دورنا دور فكري فقط، مواجهة فكرية، حجة بحجة، رأي برأي. زعلانين ليه؟ ليه ليه الكلام ده واخدينه على انه ضد التعددية وضد الديمقراطية؟ ليه؟ هو لما النهاردة نوجه فكرة بالفكرة تقولوا لنا انتوا ضد التعددية؟ ازاي يعني؟ مش فاهم. ده بالعكس، موجهة الفكرة بالفكرة والحجة بالحجة والمنطق بالمنطق هي اصل التعددية، وهذا هو منهج القرآن الكريم. عندما رد على شبهات الوثنية، وعندما رد على شبهات اليهود، وعندما رد على شبهات كثيرة عقائدية موجودة في القرآن الكريم، القرآن الكريم مليان بمثل هذه الأمور. وبالتالي حضرتك ما تسألناش السؤال ده، السؤال ده غلط، ما تسألناش. لا غلط، احنا النهاردة بنرد الحجة بالحجة، من حقنا أن ندافع عن ثواب الدين. خدت بال حضرتك؟ ده انت لو رحت السويد حضرتك واتكلمت عن اليهود ولا الصهيونية هتتكل قضية معاداة السامية، ومحدش بيتكلم هنا عن حقوق الإنسان ولا حرية الرأي ولا حرية العقيدة ولا غير ذلك. وأنا لما كنت رحت الدنمارك سنة 2005 و2006 في أثناء الأزمة المسيئة بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عملنا حوار طويل حول الدنماركيين في هذا الإطار، ولما قلنا لهم هذا الكلام الحقيقة اقتنعوا اقتناع كبير.